السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. في مباراته الأولى محمد عبد المنعم يقود نيس للفوز برباعية على إنجي في الدوري الفرنسي. محمد عبد المنعم شارك في الدقيقة 63، كانت النتيجة 2-1 وكان إنجي مش سيطر على المباراة بعد طرد لاعب من فريق نيس، ولكن النتيجة سرعان ما تغيرت وأصبحت 4-1. محمد عبد المنعم شارك المباراة النهاردة، بنتمنى له كل التوفيق، بنتمنى له كل الإبداع في المباريات القادمة، وإن شاء الله يحجز مكان أساسي. إن شاء الله عنده مقومات النجاح، عنده مقومات التألق، عنده المقومات اللي تخليه أفضل مدافعي العالم. محمد عبد المنعم أسد أهلاوي بيظهر في الدوري الفرنسي، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق والتألق والإبداع الدائم. جمهور الأهلي في ظهرك، جمهور الأهلي بيساندك. محمد عبد المنعم إن شاء الله رقم واحد، إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح مع فريق نيس في الدوري الفرنسي، وإن شاء الله نشوفك في أقوى الدوريات وأقوى الفرق في العالم إن شاء الله. محمد عبد المنعم.